هذا القلب القاسي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا اخشى يا غالي واستجب وتب وأنب. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أسألك بالله، كم مرة ناداك ربي؟ كم مرة احتجت له عز وجل وهو غير محتاج؟ أما قال الله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قلبك لابد أن يستجيب لله عز وجل، نفسك لابد أن تستجيب لله عز وجل. يا حبيبي الغالي، الموت سيأتي والوقوف بين يدي الله عز وجل حاصل دون شك، وأنت محاسب وأنا محاسب والكل محاسب، وصدق ربي جل جلاله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لكن فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق الجنة يوم أن أنابوا وتابوا قبل أن تغرغر الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.